أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. رحلتنا في هذه الحلقة الثانية جولة في إسطنبول، تبدأ من الجانب الآسيوي من حي إسكادور عبورا إلى الجانب الأوروبي إلى حي أمينينو، ومن هناك عبر جسر غلطة صعودا إلى برج غلطة التاريخي. عند عبورك إلى الجانب الأوروبي تشاهد على يسارك برج يتوسط مضيق البوسفور، هو برج الفتاة. هذا البرج الذي قيل فيه الكثير من الأساطير بني في القرون الوسطى في فترة الحكم البيزنطي على ردم من الصخور. يبعد 200 متر عن ساحل إسكادور، يبلغ ارتفاع البرج 23 متر، ويتألف من 6 طوابق، ويحتوي على مطاعم ومقاهي. الأسطورة تقول إن أحد القياصر البيزنطيين جاءته نبوءة بأن ابنته سوف تتوفى بعمر 18 سنة بلدغة أفعى، فقرر أن يبني البرج فردم وسط البحر بالصخور، وبنى البرج لحمايتها من أي أفعى. وعاشت الفتاة في البرج، ويوما ما تلقت الفتاة سلة فواكه كان يختبئ فيها ثعبانا تسلل إليها، فلدغ الفتاة وقتلها، فأصبح البرج ملاذ السياح لقضاء وقت ممتع بالمناظر الخلابة المحيطة بالبرج. وصلنا إلى حي أمينينو، وهو إحدى المناطق التاريخية في إسطنبول وقلبها النابض بالحركة. تجد على شاطئها قوارب خشبية قديمة مصممة بشكل تراثي، وتضم عدة قباب بطرازها العثماني. هذه القوارب تقدم وجبة السمك الساندويتش، وهو سمك الأسقمري أو الماكريل بالإنجليزية. يقدم السمك مع الخضار في الخبز التركي، ولا تنسى أن تشتري علبة من المخللات لتزيد طعم السمك نكهة ولذة. Yeah.
وصلنا إلى برج جلطة التاريخي، وهو معلم سياحي يعج بالسياح ومحبي التاريخ. يعود تشييد البرج إلى العصور الوسطى، وقد بني في عام 507 ميلادي، ومن ثم ترميمه في العهد العثماني عام 1509 ميلادي أثر زلزال ضرب اسطنبول في ذلك الحين من قبل المعماري العثماني أنذاك خير الدين، الذي هو أحد تلامذة المعمار المعروف سنان باشا. وقيلت الكثير من الحكاية حول هذا البرج، منها إن رجلا اسمه هسفران أحمد شلبي الذي عاش في القرن 17 قام بأول تجربة لمحاولة الطيران من خلال أجنحة اصطناعية ركبها بنفسه، وقد نجح شلبي في الطيران من برج جلطة إلى إسكودار الجانب الآسيوي قاطعا مسافة 1358 مترا. Thank you.